الثقل الاستراتيجي الذي تحظى به اندونيسيا لناحية الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية والدينية، مع كونها أكبر دول جنوب شرق آسيا والعالم الإسلامي، وضعها في مقدمة الدول الرائدة في تجمع آسيان الإقليمي، المراد منه تحقيق التكامل بين دوله للتمكن من مواجهة التدخلات الخارجية، فيما تحافظ جاكرتا على موقف متوازن من الدول الكبرى، فاستطاعت أن تحتضن قمة العشرين وسط تحديات وأزمات وظروف جيوسياسية صعبة. دعوة تتخطى الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالكوكب من جراء جائحة كورونا نحو السياسة وتحدياتها، وليس آخرها صراع روسيا والأطلسي الذي أعاد رسم خريطة التوازنات العالمية والاستفافات الدولية ووضع أسساً تكرس قيام نظام عالمي جديد. استفافات تمسكت إندونيسيا مقابلها بسياستها القائمة على إحداث توازن في علاقاتها بين الشرق والغرب، بالتوازي مع حفاظها على تجمع آسيان كقوة موازنة صاعدة بين القوى العظمى ذات المصالح في المنطقة. إندونيسيا هي أكبر دولة في أعضاء الآسيان، لديها الآلاف من الجزر، ما يجعلها في موقع جيوسياسي مهم جدا، لذا فهي تجذب بعض القوى الأخرى في العالم، ما يجعلها تؤدي دورا بارزا، ولكنها تحافظ على أيديولوجيتها السياسية لتعزيز السلام والاستقرار، ليس محليا فحسب بل أيضا إقليميا ودوليا، من أجل الدفع بالازدهار قدما من خلال تبني سياسة خارجية مستقلة. نركز على الشراكة ونبتعد عن الأحلاف وندعو الكتل المختلفة إلى الجلوس معا وندعم الحوار. السياسة الخارجية لإندونيسيا تنطلق من طبيعتها الأرخبيلية المتشكلة من أكثر من 17,500 جزيرة تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، مع امتداد بحري جعلها تتعامل مع دول جنوب شرق آسيا إضافة إلى الصين والهند ودول المحيط الهادئ، حيث تشهد مضائقها مرور أكثر من 75,000 سفينة سنوياً. فاطمة قاسم، جاكرتا، الميادين.